والأحداث مثل النهر المتدفي. ومع كلمة التوب من المخرج باسم نصر، الممثلين بيقدموا لنا الإبداع وبيجسدوا لنا الكلام المدون على الصفحات بكل الإحساس والمشاعر. مشاهدينا، منجدد تحياتنا لكم من شاشة تلفزيون لبنان، وبندعيكم تتابعوا معنا على شاشتنا الصغيرة، شاشتكم، الحلقة الأولى من الجزء الثاني من المسلسل يلي كلكم بانتظاره، نساء في العاصفة. أكد؟ طبعاً مكد. كلامك حساس سمير. وحياتك استاذ لطفي، بعيني هول شفت. بلكي كنت غلطان. مستحيل كون غلطان، بعرفها ولا؟ تعرف شو؟ لا ما بعرف. إذا الكلام اللي عم تقوله مزبوط، منكون سبقنا مين؟ دار الفجر. فكرت فيه. تلميذك استاذ. الله يلعن اللي بيعمل منيح. أنا الحق علي. لك اسكتي بقى. أنا دليتكم علي وبتحطوني بالحبس. هيدا منه حبس. بعرف، هيدا أوتيل بخمس نجوم. إذا ما رح تسكتي، رح يصير نجوم الظهر. الله يلعن اللي بيعمل منيح. قولك معها حق، يمكن ايه ويمكن لا. ما فينا نحجزها كثير علي. حجز احتياطي سيدنا. حادثه غريبه، والاغرب من هيك انه اثنيناتهم خفاف نضاف، لا ورقه ولا جزدان، بالكاد لابسين تيابهم. لهالسبب انا عم شك بالبنت لتكون هي سرقتهم. ولحقت تخبيهم، ما معها الا هيدي. شو هيدي؟ تفضل سيدنا، هيدي قهوه وجه الصبح. قد ايه الساعه هلا؟ الساعه 4 الا ربع. والله طيبه البونبوني. هذا بدل القهوه اللي معاد عندنا بناتها. شوفي لطفي عز الدين على الخط؟ لا برا هون. شو حلمان فينا لطفي عز الدين؟ وشو بقول له؟ خلي يفوت. خلي يفوت. تفضل. زيارة وجه الصبح للنقيب عزمي، شو بدي؟ قهوة. كنا ضيافناك بونبوني على قهوة. فنجين ملازم عليه وبيمشي الحال، فنجين وبس. سبب الزيارة؟ المنشد جاهزي. أي منشد؟ ولو حضرة النقيب، صلنا صداقة من زمان، منعرف بعضنا من سنين، منفهم على بعضنا على الطير. لطفي عز الدين مسؤول المحليات بجريدة البلاد، فخر جرايد الشمال والوطن كله. مقابله عزمي عبد الكريم رجل المباحث والشرطة القضائية كمان بالشمال، جايين نتزكى على بعض. الهيئة ما عم نفهم على بعضنا لطفي. ولو حضرة النقيب عالناس عقبوا النواس. إنه ما رح فل من هون؟ أنا ما عملت شيء، أنا خدمت العدالة. على ليل احبسوا معي حدا لأتسلى. متأكد لطفي؟ عندك إثبات؟ لما لطفي عز الدين بيقول عن حدا إنه حدا بيكون متأكد. الصحفي النشيد سامر كان بالمستشفى وقت الحوادث، قصدي بعد الحوادث. مين سامر؟ محرر الحوادث. الله يبعدها. هقته بعدها عن بيروت ورماها بمهور شمالي. يعني بتعرف الضحية؟ الظاهر ما في غير الليلي. هن اثنين، رجال ومرأة. رجال؟ نعم. شي غريب. شو الغريب؟ ما قال لي سامر في رجال. ولازم علاء. نعم سيدنا. ممنوع حدا يشوف الضحايا بالمستشفى. حاضر سيدنا. من جهتي أنا شخصيا بعثت الخبر عن النشر، سامر بالمطبعة عم يكتبوا إلى اللح وبالصفحة الأولى. بركي مش هي، بركي غلطان خواجة سامر. صحافي بجريدة البلاد نادرا ما يغلط، علي الأمان؟ بشوف. نشر الخبر. الدستور بيضمن حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي. عن إذنك، رح أترك لك الترموس وتصبحوا على خير. جيب لي البنت. إفراز؟ لا، مشي معي. أنا ما عملت شيء. سميحة ما تكذبي. والله العظيم سيدنا هيدا اللي شفته، لا أكثر ولا أقل، لا سرقت ولا نهبت. إنه معقولة؟ ست ورجال بسيارة بريمو من هالنوع تتدهور فيهم السيارة وما معه شيء، لا جزدان لا ورقة ولا خبرية، معقولة يا سميحة؟ أنا مثلك سيدنا، استغربت مثلك، ليرة ما لقيت، حتى بجيبة الرجال ما لقيت نص دولار. صرت تشمي بالدولار. أعوذ بالله، أنا مشم سيدنا. هلا الموضوع من موضوع شم سميحة، في حادث ممكن يموت اثنين من وراه وأنت الشاهدة الوحيدة. اللي شفته قلته. واللي لقيتيه سرقتيه. ولحقت خبيته، ولا هيك حيلا نحكي. اسكتوا ليه؟ احترمي حضرة النقيب. أنا مش هبيلي سيدنا. شوف سيارة دهوري قريت تشوف من فيها، قوم اسرقهم وارجع خبركم. معقولة سيدنا؟ كنت تركتهم خلي الهوية تاكلهم بفالة تحت صخور البحر، لا حدا حس فين ولا عارف. المرأة هيئتها مهمة والرجال هيئة الشوفير تبعها. بعتذر سيدنا، بس هيدا تحليلي. هيدا تحليل الوعي ولا الحشيشة؟ بدكم قرني بشم وأنا لا. روق عليها هلا. ف
في موضوع أهم. حاضر سيدنا. كفي تحليلي. بشرفك سيدنا، تحليلي مش مظبوط. هو شوفير الست، البرنايطة، الكاسكيت، الجرافات الكحلة، وهو ورا الديركسيون وفايت راسه بالإجاز، وهي قلبة على الصخور بعد ما فتح الباب وانكبت لبرا. برافو سيدنا. لا سامر، لحقت ورجعت، طلع لي الموشيت لشوف شو كاتب، وإذا انصف وانسحب طلعوا لشوف. سهر سهر يوصل الليل بالنهار. تفضل استاذ. سيدة الجاه والمال على صخور الشمال، هل كتب على حياة نهلة راشد أن تنتهي عندنا؟ مثل ما انك شايف ولا اي حركه من اول ما نقل لهون. من اول ما نقل لهون دكتور عبد الحميد. نعم. بدي همتك. مثل ما الله بريد. شي جديد؟ على حاله. بدك تشوف المره؟ اكيد. وقع راسها على حجر لما انفتح الباب وانكبت من السيارة. ما بها شيء مبدئيا، كسور ما فيه، ردود بسيطة. يعني بتوعى قبل الرجال؟ يا ريت. شو يعني يا ريت؟ يعني حضرة النقيب المرة دخلت بكوما. كوما؟ Thank you.
يه بعد التخت مرتب، وين سعيد؟ مين؟ أنا صالح. صالح خير؟ وعيتي منيح؟ صباح الخير كمان. خير؟ في بوجهك خبر؟ سعيد مش بتاخته الساعة 6 بيكون قام من تاخته. لا، من 5 مش بتاخته، من الليل مش بتاخته. سعيد ما سرب سعدة، ست بأوضتها؟ لازم. ليش عم تسأل؟ تأكدي بالأول. زغزغت لي نيتي يا صالح. طلعي شوفي. شو؟ معك حق، ما سربوا بالليل، الست تختها مش مدقور. شفتي؟ يعني ما رجعوا. أو لك فلوا بكير؟ أكيد لا يا سعدة، عم بقلك سعيد ما نام بأوضته ليفل بكير أو مأخر. الست وسعيد ما رجعوا من امبارحة. غريب، ما قلها بالعادي ما تقلي. تقلك شو؟ إذا رح تنام برا أو لا، قلها بالعادي تعطيني تعليماتها بهيك حالة. إنه معقولين أنتو؟ بر 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 بر، شو في؟ بوابة بتتسكر وبتتفتح، نزول درج طلوع درج. خير؟ شو في قبل الضو؟ الست. أي ست؟ الست نهلة وسعيد. إيه شو بهن، رجعوا من حلب؟ 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 يهي أنا صرت ضايعة من امبارح. الماما راحت على حلب بالسيارة مع سعيد أكيد، وطلبت مني إنه خبرك. كنت بأوضة الموني بجنينة. عذريني أنا نسيت. طمنتيلي بالي. كان راح يبلش ينشغل بالي. لا ما بهون شي، هن بحلب، الماما جد عليها الشغل. سعدة في مي سخنة؟ راحوا بشربة مي وبارد. سيدنا البحر بارد. الرجال حالته خطرة، والمرأة بالكومة، ولا دليل عليهم ولا مشير. وخبرية لطفة عز الدين؟ أن نهلة رشد؟ نعم. يمكن صح يمكن لا. بعدين من هي نهلة رشد يعني؟ تتأكد لي بالميكانيك، بتشوف رقم سيارتها وموديلها وين مسجلة. حاضر. استفسر على التليفون لأني عاوزك. بشو؟ الهيئة ذاكرتك صايرة كتير ضعيفة مو لازم علاء. وافد بيروت؟ ده وافد بيروت. وفد التنسيق؟ لكن العجل حتى أكون جاهز. ألو؟ أكيد؟ هيتو. صباح الخير دكتور عبد الحميد. كيفك؟ طمني أنه عحاله، ما في تقدم بس ما في تأخر. شكراً، ضلك طمني. إيه لا، إذا وعي حدا منهم لازم ناخد أقواله دكتور عبد الحميد. شكراً، الله معك. مفاجأة. تركنا نحن نبلغ إياها. نقيب عبد الأحد. نقيب عبد الكريم، اشتقت لك. الملازم عادل فرحات. علاء سلمان. تشرفنا. النقيب عزمي عبد الكريم. سيدنا أهلا وسهلا، تفضلوا. كيف كانت الطريق؟ مريحة؟ جدا. وعلى الجميع. الجميع؟ أي جميع؟ على عبد الطيار كمان. السفاح عبد الطيار؟ نعم. شو بو سيدنا؟ في معلومات بتقول إنه هو بالشمال، ولهالسبب كان طلب الاجتماع اليوم. وملفاته كلها هون. لا صباح الخير، لا قهوة ولا شاي؟ نشرب نحن وعم نحكي. الهيئة عنا يوم حفل. سمح لك تفوت لهون. أنا كنت. أنت كنت عم بتصور وهيدا ممنوع. خير دكتور، شو فيه؟ أنا اللي بدي أسأل شو فيه؟ مين اللي سمح له يفوت لهون؟ بسيطة حكيم، هونا بيسلم عليك الأستاذ لطفي عز الدين وبيقول لك بدنا كم صورة للست. بتقول للأستاذ لطفي عز الدين ممنوع الصور للست؟ شو بعمل فيها حكيم؟ أنا بعمل فيها. خلي الكاميرا وشيلي الفيلم. وأنت يا أخ ممنوع الصور، كرامات الناس مش للفرجة. حكيم هيدي خطة الموسم، نهلة راشد انت ما بتعرف قيمتها. عفاف حرق الفيلم وانت لبرا. عمالك لقطك الكاميرا بدون الفيلم. عفاف
نهلة راشد. هيدا الملف في كل شيء عن عبد الطيار. جرائم متسلسلة متشابهة. بشو؟ ما بيترك شيء مع ضحيته. شو قلت ملازم عادي؟ ما بيخلي شيء، لا مصاري لا اوراق ولا صيغة ولا شيء. والتياب؟ لحد هلأ ما تبلغنا عن ضحية من دون تياب. شو في؟ دكتور عبد الحميد سيدنا. هات شوف الهيئة جد شيء. ألو دكتور عبد الحميد، طمني كيف؟ اللي عم بقوله حضرة النائب، بدي حرس على باب غرفة العناية، المرأة والرجال بحالة خطر من جراء حادث، صح؟ صح، بس شو جد؟ اللي جد إنه الصحافة عم تتسلل لتصور، وهيدا شيء ممنوع. أكيد هذا لطفي عز الدين. لطفي عز الدين، لطفي عز الملكوت، ما بفهم، بدي حضرتكم تهتموا بالموضوع. حاضر حكيم، روق أعصابك، ما بيصير إلا على خاطرك، بس أنت طمني جد شيء؟ ولا شيء جديد، بس بدي اتكل عليك نايب. ع الله بالاول. شو؟ رح يهتموا بالموضوع. بعتيلي ورا مسؤول الطوارئ، اكيد الصحافي تسلل من باب الطوارئ. خير سيدنا؟ حدا من جريدة البلاد فات تصور المرأة وخوتين عبد الحميد. اي مرأة؟ حادث صار امبارح. دهورت سيارة امبارح فيها رجال ومرأة وحالتهم وسكة، بس في تشابه مع اوصافكم لعبد الطيار. خفيف نضاف؟ ولا شيء. حتى ورقة تدل عليهم ما في. قولك هو؟ عم بيقولوا لك حادث سيارة. لحد هلأ ما بعرف شو بدي سميه. ليش؟ أول شي عملته بعد تبليغي عن الحادث ونقلهم للمستشفى للضحيتين إنه يعملوا للشوفير فحص كحول. وشو النتيجة؟ سلبية، لا شربان ولا شامي من ريحة الشرب. يعني الشوفير واعي لما اندهور. طيب، لو في حادث سير بفهم، سيارة ضربت سيارة، وقعت السيارة التانية من فوق الشوار صارت عصخور، بس كمان ما في حادث سيارة. عفواً حضرة النقيب، عرفتوا مين الضحيتين أو قدرتوا توصلوا لشي دل طالما ما في شي بقي معه؟ حسب الصحافي لطفي عز الدين ومعاونه سامر يلي شاف الضحية وهلأ ها تسلل تيصورها، لأنها مرة مهمة حسب قوله، بيقول اسمها نهلة راشد. نهلة راشد؟ متأكد ملازم عادل؟ هيدي هي نايب عزمي، نهلة راشد. ورجيني الرجال. تفضل معي. مين يعني نهلة راشد؟ يعني كتير نهلة راشد. هل قد بتعني لك؟ مثل ما قال لك بريك. شو وضعها؟ كوما، غيبوبة تامة. القلب نشيط طبيعي، بس الدماغ ضرب. شو ما قلت لك كون عم بكذب عليك، او على القليل ما كون عم بقول الحقيقه. الكوما حضرة الملازم حاله موت مبدئي. اذا بدك تقول الجمله بتفاؤل بتقول حياه مع وقف التنفيذ. في امل توعى؟ مثل ما في امكانيه تموت. واعذرني على كلامي المباشر، بس التخبايه ورا الاصبع بهيك حاله عمليه سخيفه. واذا وعيت بتوعها طبيعيه؟ بتمنى، مع انها حاله نادره. شو يعني؟ حاله وحده بس صارت عندنا بالمستشفى بوضع الكوما. حاله شو؟ انا كنت مسؤوله عن خدمته، شاب مثل القمر، بالحرب الله لا يردها. وعي طبيعي؟ نعم. ما بو شيء ابدا ابدا ابدا. وعرفني بالكوما وعرفك؟ مسحت الذاكرة براسه المبنية على حاسة الشم، بقيت شغالة طول فترة الست شهور. ست شهور؟ نعم. لما نوعي وشافني أول مرة قال لي أنت كنت تجي لعندي على الأوضة. لما سألته كيف عرف قال لي مريحة الديودوران. أنا بحط ديودوران واحد على طول، كان يشم الظاهر وبقى متذكر اللي شمه. يعني طبياً ويردي؟ ما في شيء صعب على إرادة الله حضرة الملازم. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. ما إله عبد الطيار علاقة بالموضوع. عبد الطيار مجرم سفاح، بيقتل وما بيترك شيء مع ضحيته،
هون الوضع مختلف. بعتذر إذا كنت عم ببدي رأيي المتواضع قدام حضرة النقبة. بالعكس معك حق. من هان راح راسي للحادث المدبر. وأنا كمان. أكيد الحادث مدبر. أنا ما استرجيت أكد هالشي حضرة الملازم. صدقني أكيد. أنا بعرفهم. بعرف سعيد الشوفير. زلمي متزن، رايق، ما ممكن يسوق بهوجني. برودة أعصابه ما بتسمح له ينفعل حتى إذا طلع كميون بوجهه بالغلط أو فاجئه. وخصوصا إنه الطريق عريض. لازم نخبر ولادها عادل. مجوزة؟ وعندها 4 أولاد. صغيرة عمرها 23 24 سنة. اسم الله ما بيبين عليها. أنت لازم تخبر ولادها عادل. ما إلي قلب. مزبوط سيدنا. السيارة باسم نهلة راشد صاحبة راشد للتجارة. بس ليش لحتى ينسرقوا من كل شيء؟ حتى اللي دبر الحادث يطول أكتر وقت ممكن فترة اكتشاف حقيقتهم. يعني سميحة ما خصها بشي سيدنا. هيك الظاهر. مين سميحة؟ جيت بوقتك سيدنا. هلكت وجعني ظهري من القعدة على الخشب. إن شاء الله إفراج. بالصدفة سيدنا وحياتك. سميحة لا تحلفي. حضرة النقيب عم بيسألك جاوبي بدون ملح وبهار. بالصدفة هيك كنت مارقة وطليتي على المهوار وشفتي سيارة مدهورة من فوق لتحت بهالليل؟ نعم سيدنا وبدون وحياتك. ليش ما ندهتي للشرطة؟ تنزلتي كل هالمسافة لتشوفي شو اللي صار. يا عم عملان اللي منيح صار مسبب هالبلد. سميحة عم تكذبي. أكيد نزلتي تسرقي. معودة. سيارة مدهورة يعني جيتها تخرج سرقة. ما لقيت شي. يعني النية موجودة. يا عم أنا ما خصني. حضرتك سيدنا كنت مصدقني. جماعة بيروت غيروا لك رأيك. أنا مظلومة. أنا بريئة. مستحيل تخاطر كل هالمسافة اللي دهورتها السيارة بس لتعمل منيح. لو إلها يدية ما كانت قالت ولا بلغت. يمكن لأبعاد الشبهة عملت هيك. خلينا نكشف على السيارة قبل. انرفعت؟ وصارت بالعنابر. عندكن خبير للكشف عليها؟ إذا بدنا نفتش منلاقي. ممكن استعمل التليفون؟ ولو تفضل. كيفك؟ معك النقيب فوزي عبد الأحد. اهلا اهلا. تحياتي حضرة النقيب. قديش بدك لتوصل على طرابلس؟ شو طرابلس سيدنا؟ شو في بطرابلس؟ عاوزك كمال. بدي اياك تكشف على سيارة. سيارة مين؟ بس توصل بنحكي. ضروري كمال. اترك كل شيء من ايدك وتعال على طرابلس. هاي حبيبي. هاي حياتي. تكل حضرة النقيب. ولانه افهم. تفهم شو كمال؟ ليش لجوج هالقد؟ لا أعرف شو جيب معي هدي. سيارة دهوريت وشاكين بحادث مدبر. سيارة مين؟ شو في؟ عم تستنطقني كمال؟ تعا سرايا طرابلس مثل الطير. عند النقيب عزمي عبد الكريم. يلا. بعتذر سيدنا بس ما سمعت اسم الزلمة. النقيب عزمي عبد الكريم. النقيب عزمي عبد الكريم سرايا طرابلس. طيب طيب سيد. يا عمي شو قصتك؟ تنظيف وترتيب تنظيف وترتيب. ما انا بالشغل. ايه واذا كان بدي حبيبي مرتب. طب يلا 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 لهونيك حتى غير ثيابي وامشي على طرابلس. لك يا الله نسينا اسم الزلمه. عزمي عبد الكريم. النقيب عزمي عبد الكريم. برافو. وانت وين رايحه؟ معه. والله شو معي؟ ايه طالع على بالي مفروكي وزنود الست وبعدين زهقانه ما عندي شيء اعمله. ايه بس انا عندي حبيبتي عندي سياره متدهوره بدي اكشف عليها. ايه نكشف سوا عليها. لا رجع على البيت. ما في حدا بالبيت وبزهق. روح لعند امك على الشركه. الماما بحلب. شغلت لبالي. ليه؟ مفروض تتصل فيي لما توصل على حلب ولهلا بعد ما اتصلت. معلش حبيبتي الغيب عذر معه. يلا يلا. بدي روح معه. لا بس يشوف السياره رح يعرف. لازم يعرف حتى يعرف كيف ينقل الخبر. جنى بتخوت بتروح وراها كوما. جنى بنتها؟ نعم وحنوني كتير ومنيح مش جاية معه والمنيح بعد ما عرفت. مش راجع على الجراج. خلص الشغل اللي بإيدك وفل ساكو. شو عم تعملي هون؟ رايحة معك.
ما قلنا لا، عندي شغل. أنا بفتل بطرابلس وبتفرج عليها، باخد منك السيارة يا خبير وبكره. قوم يا زلمة. ما بده. جانا. ليه كمال؟ رح تخليني شك إنه تليفون طرابلس تركيبة تظهر مع حدا. بتغاري؟ جدا. هاي قومي زلمة، قومي. عم بحكي جد جانا، بليز قومي زلمة. فهمت شو بدك تعملي؟ فهمت. عيد اللي قلت لك اياه. كون مطرح ما بدها تدهور السيارة أو قريب مني، المهم تكوني تحت المهوار ناطرة. تحت المهوار ناطرة، توقع السيارة، بس تهدى، بغض النظر عن الحالة اللي هي فيها، بخفي كل شيء، ولا ورقة بتبقى، بحطهم تحت صخرة كبيرة وبحط عليهم حجرين صغار علامة، بطلع ببلغ عن الحادث. برافو سميحة. عندي سؤال. وهيدا جواب. عندي سؤال تاني. تفضلي. ليش بدي بلغ؟ الأفضل يلتهوا بحدا موجود بلغ ولا يفتشوا على الناس على عمياني. أنت بيلتهوا فيكي، بس اوعى تغلطي بشي وإلا. ما رح أغلط. ملعوني يا سميحة. وهيدي ورقة تاني. ما بيعملوا جرامين. يلا نفذ اللي علمتك إياه. بعد سؤال. بقتلك. بدي أسأل. هاتي لشوف. بركي ما ماتوا. رح يموتوا. ما ماتوا، الله يستر. سمير، وين انت؟ من وين عم تحكي؟ من بيروت؟ شو عم تعمل ببيروت؟ وين ببيروت؟ وصل؟ خليه يفوت. وصل كمال حداد. عوافي. اهلا استاذ كمال، النقيب عزمي عبد الكريم. تشرفنا سيدنا. يي كمال حضرتك هون ملازم عادل؟ بالصدفة كمان، كل شيء رح تعرفه هلأ. نحنا أنا والنقيب فوزي معرفني بالصدفة. شو يعني؟ عود عود كمال، ارتاح، خليني فهمك. خطة صحفية وسامر بسميه الصحافي النشيط. طبعاً البلاد رح تعمل سباق الموسم. جيب بيروت كلها معك خي سامر، جيبها كلها. كمال بعرفك أعصابك قوية. جانا بتموت، كيف بدها تجي معي؟ لهالسبب بعت وراك أنت كمال، أولاً لتستوعب الخبر المؤلم وتشوف كيف يتبلغ لجنا لفؤاد وللبقية، وثانياً ما بوثق بحدا غيرك يفحص السيارة. بدي أشوف نعمة. خير. مين يعني؟ سيدنا. خير علي. مين؟ في وحدة بدها تشوفك. تشوفني ليه؟ مين هي؟ ما بتقول اسمها إلا لك. بركي حدا بيعرف شي عن الحادث. ويني؟ هون تفضل. فيها تفوت. لازم كل شربي ووردي ما ينغفل عنها. معك. بركي. تفضلي دموزيل. بعتذر كمان، ما قدرت غير ما اجي. بعتذر من الكل. انا جنى. جنى راشد. شو في؟ ليش ساكتين هيك؟ شو في؟ تصرفت غلط، ما هيك عادي؟ شو في؟ ليش عينيك هيك؟ فرجيني تشوف. بكين كمال؟ ليش؟ شو في؟ حل عني بقى، حل عني. شو لحقتيني؟ قلت لك خليك ببيروت لشوف ايدي، ما عندي ما لحقتيني. انت ما بتفهمي بلا مخ. فضلي ارتاحي يا انس. ارتاحي. بعتذر مرة تانية، انا فيلي. جنى خليكي، ما تفلي.
شو عم بيصير؟ شو عم بيصير كمال؟ ليش كله نفل وانت بقيت؟ ليش عادل والنقيب فوزي هون؟ فهمني شو فيه؟ أنا حس نهاري من أوله غلط، حبيبي حس إنه في شيء. ما حدا ناطرني كون هون بطرابلس بمكتب النقيب عزمي عبد الكريم اللي حفظت اسمه معيونين منك. ما حدا ناطرني إجي ولا حتى أنت. وجيت تلاقي الكل فل وبيت أنا وياك ليش؟ ليش؟ أنت عم تبكي وأنا عم بسأل ليش؟ ما بها شيء؟ بعديني بعد مرة بدي اشوفها. وعديني بالأول وعدتك خلاص. لازم تستوعب اللي صار. بدي اشوفها بليز، بدي اشوفها. أنسي جنان، صحيح الماما بكوما بس يمكن تسمع. اكيد رح تسمع. حرام وهي مش قادره تجاوبك تحسيها وتسمعيها انك عم تبكي. عم بتكذبوا علي. بشرف المهنه. لا أنسي جنان، شو صار؟ نبض القلب زاد. ليش؟ عم تسمع، أكيد عم تسمع، عم تنفعل مع بنتها. تسلمي لي ما بيسمع. هي قاعدة عم تسمع، ما بيسمع تنفعل. سامع صوت الزمهور. أنا بحبكم. ما رح أتركك لحد ما حدك. ماما عم تسمعيني. لا بس أنا بحبك. بدي اياكي تعيشي. يمكن الله عم يرد. خلقنا أنا وياكي وقلت لك لا. ما رديت علي. ميزان أكيد معه ميزان وبرد برد. خلي إبرة الميزان ما تدلي. شو عم تحكي؟ سمعت وهي فهمتني.
دكتور عبد الحميد. نعم. أما لازم تكون ببيروت. أمك بوضع هذا ممكن تكون وين ما بدها. عم بحكي عن جد. لازم ننزل على بيروت. دكتور بعتذر جامع مش قصده إنه. فهمت قصده وفهمت دوافع. بس أمك أنسة جامع. بهيك وضع منا بحاجة لأكثر من مكنة تفحص ضغطها ونبضها. وهودي متوفرين. تفضلوا معي. بدي أبقى حتى. كلنا رح نبقى حتى. بس لازم نحكي شوي. تفضلوا معي. والله يا سامر منك هين. اللي بدك اياه بتعرفه وبتعمله وبتجيبه. بدك صور للتحقيق؟ هاودي صور. هلا صار في بيض وجهي مع الاستاذ لطفي. قبل ما التحقيق يتسكر على حادث قضاء وقدر او لا سمح الله مدبر ما فينا نعمل اي شيء. المهم امك تحت رعايتنا وشوفيرها كمان. حادث مدبر؟ يمكن. شو هالاحتمال؟ التحقيقات هي اللي بتقرر هيك شيء يعني سجنة. المهم امك نفسها طبيعي، القلب اكثر من طبيعي، بس الراس باجازه. ان شاء الله متطول. لحد هلا هيدا اللي بقدر اقوله. شكرا دكتور، ويا ريت بنقدر نبقى شوي انا وجنى لوحدنا. طبعا. بالاذن. شو يعني حادث مدبر؟ حتى بده يقتل الماما؟ سبب مجدي على طرابلس هو هالاحتمال حبيبتي. النقيب فوزي بعت وراي لاكشف على السياره واعمل تقرير. عم تسمعني يا جميل؟ ليش الماما بهالنقزة؟ بكي شي؟ جنى ماما بكي شي؟ أنا في اللي بدك شي. لوين؟ لوين؟ ما إلك بالعادة تسألي. ماما لوين؟ يا جنى مش معقولة أنت اليوم. ولا أنت. أنا؟ شو بني أنا؟ أنت مش نهلة. لا جنى بلا طحنك ماما انا فقلي. ماما نعم. شو اللي سمعته على التليفون؟ ما تجربي تخبي ولا تنكري. سمعت الزبده. اذا بدك الزبده اللي على المربى؟ لا الزبده اللي على النار لتقلي وتحرق. ماما شو اللي عم تعمليه؟ اللي سمعتي بمنعك. ما حدا بيمنعني. بلا انا مش انت اللي. بلا انا ماما. وانت لازم تكوني معي وحدي. مستحيل. مش بس لا تعرفي الحقيقه. ما بتهمني الحقيقه. بلا بتهمك. ليكي بنتي خليني اقول لك شيء ما بتعرفي عن امك. فهمتيني هلا حياتي؟ جنى وينك؟ شو في؟ مش وقت تضيعي اعصابك حياتي. لازم تضلي قوية ومتماسكة اعصابك حتى تواجه وضع امك اللي حسب حكي الدكتور عبد الحميد مأساوي.
حدا بده يقتلها. على فكرة شو اللي كنت عم تقولي لها اياه بالأوضة؟ عن شو كنت عم تخبريها أو تذكريها؟ ماشي ما تكذبي جنى. ماشي كمال، روح افحص السيارة. وأنت؟ شو بدي أقول له؟ شو بدي أخبره؟ كيف بدي أخبره؟ ماما ساعديني، موتيني ابن أمتك هيدي. روسيا. عفوا روسيا، ما عم بمزح. ليش؟ أنا قرصتها وشكيتها بدبوس، ما تجاوبت. جربي جربي هيك لازم، بركي حست. إن شاء الله خير. خي صار فينا نتسلى، ننطر ونتسلى أنا وأنت. حتى تنسي مصيبتك لازم تتسلي. خبريني عن امك. امك هي إذا مهمة. انت حدا على طول؟ مراقبة مستمرة. وبتلاحق ليل نهار؟ في غيري بالليل. مرضى اكيد. اكيد. الرجال ما بفوتوا على هالأوضة غير الحكيم طبعا. ليش؟ امك بدها غسيل، قلب، ترتيب. ما بزمان انكشفت على حدا. للضرورة أحكام. هلأ برجع. أي وضع بتحسي مش طبيعي اكبسي على الزر، مش معوقة. إن شاء الله ما عوزك. يا رب يا رب، اللي شو لازم أعمل؟ اتصل فيون. جبرتيني خبرك عن شيء ما كنت حابه اقوله لحدا، بس انت سمعتيه وعرفتيه. بتمنى تكوني فهمتي دوافعي. يمكن فهمت دوافعك، بس ما فهمت ولا رح افهم اللي رح تعمليه. هيدا قدر. الله برد. برد على الظالم. ماما، مش نحن اللي بنقرر مين الظالم ومين المظلوم. ماما بعدك صغيرة على أمور كتيرة. ماما الله برد. Thank you.
انت ممنوع تفوت لهون، مينك انت؟ لحقوني لحقوني بجري. ما بعرف شو صار معي. صار معك حادث؟ هلا بدي نقول لماما على بيروت. مش قبل ما يخلص التحقيق. نساء في العاصفة، التلاتة 8:30. طول عمري احلم بخبطة صحفية، قصة غير شكل، عن انسان غير شكل. هالقصة قصة مين؟ نهلة، فؤاد او شوقي؟ اتصلوا على 14-12 واعطونا الجواب الصحيح. ريكاردو جوزيف. الحبكة الرائعة للقصة بقلم الكاتب، شكرا.